تستمر اسطنبول هذه المدينة العريقة باستقبال معارض الفنون الجميلة قولا وفعلا، واليوم معرض مزامير للفن التشكيلي العراقي يتألق بلوحاته وفنانيه. نشاهد تقريرا عن هذا المعرض الذي أقيم في محترف كلمات ثم نعود. جاءوا من العراق حاملين معهم الفن ورسائلهم السامية بتشكيلات متنوعة يعبرون من خلالها عن الحس والجمال العراقي الراقي. هنا في محترف ومعرض كلمات بين أزقة إسطنبول بدأ معرض أزاميل للفنون التشكيلية ليشارك به عشرات الفنانين التشكيليين العراقيين. تصورت أن هناك كائنات يعني مسمى إنسان في داخل المجتمع العراقي هي كائنات خارج الإنسانية من حيث المعيشة والصعاب والحياة، فتشوهت على صعيد الشكل. حاولت أستدعي هاي الأشكال غير الموجودة وأخليها في العمل الفني. لوحات تحمل تفاصيل دقيقة تخبرنا عن التاريخ وتفتح نافذة على الحداثة التي واكبها هذا الفن العالمي بأبهى صورة. أعتقد التجارب التي شاركت هي تجارب تقترب من حيث الرؤية في استعاراتها الجمالية، وتجعل من الحداثة وجزئيات ما بعد الحداثة منهجاً وتوسطياً يستطيع من خلاله الفنانون أن يترجموا أعمالهم بما يتناسب قيمياً مع طبيعة البيئة العراقية، أولاً باعتبارها الاستعارة الأولى التي يستعير منها الفنان العراقي جملة ما يحققه في أعماله، والجانب الآخر أن أعمالنا تتصف بجانب كوني وعالمي بأنها جزء من هذه التجارب العالمية. لذلك أعتقد بأن الفن العراقي ومن خلال مشاركة أزاميل نحتاً ورسماً وخزفاً قد فتحوا نافذة أخرى للجمال للفن العراقي. في زاوية أخرى تتربع منحوتات يتجمد فيها الشكل ليحرك المشاعر الملحمية التي رواها الفنان مرة وترويها المنحوتة ألف مرة كلما عاينها أحد العابرين أمامها. ضوء في نهاية النفق أنه أنا أتعامل من الإنسان ويا الأحداث الموجودة في البلدي أو البلاد التي تحتدم فيها الصراعات والمشاكل، فوقفت الزمن في هذه المرحلة فجعلت من العجلة المربعة التي هي تعني أنه يقف الإنسان يقف الزمن بها وتحدث هذه المشاكل. وهناك نقطة ضوء في نهاية النفق، يعني هناك أكو أمل، أكو نضوج بالوعي حتى يصل إلى الأمل. لا حدود للفن ولا فن مع حدود إذا أطلق الفنان العنان لتفكيره، تتسخر حينها كل الأدوات لتقول ما تعجز عنه الألسن. أنا بالنسبة لي الفن يحمل مقومات وجود للحب وللحياة وللإنسان، وبالتالي هو الفن والجمال هو مناصر الإنسانية بشكل عام. هنا يتجلى الفن وهنا يتألق الفن العراقي حين يعانق الحضارة في مدينة إسطنبول. لنتعرف عن قرب عن أهمية هذا المعرض من فنانين عراقيين شاركوا، وعن معرض ومحترف كلمات الذي استضاف الحدث، يسرنا أن نستقبل الفنان التشكيلي عدنان الأحمد. نرحب به اليوم في استوديو دنيا الصباح. مرحبا بكم. صباح الخير. صباح الخير. طبعا السادة المشاهدين، نتكلم عن الفن التشكيلي وعن العراق، ما الذي يعنيه لك هذا الأمر؟ الفن التشكيلي كلنا بحاجة لهذا المشروع، وهو مشروع جمالي، وهذا المشروع الجمالي أحد مقوماته هو الفعل الإنساني، وهذا الفعل الإنساني هو المتاحف دائما حاضنة لهذا المشروع. وبالتأكيد العراق والتاريخ، تاريخ العراق الحديث مليء بالقصص الإنسانية. العراق دائما كان حافل بتاريخه الحضاري والجمالي،
وإرث الحضاري والجمالي. والجمال هو مناخ عام في المحترف التشكيلي العراقي وفي مناخ العراق دائما، يعني مهما كانت الظروف والصعاب التي عم بيعيشها العراق، بنعرف على 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 مستوى الأزمات السياسية المتواجدة كانت بالعراق أو بسوريا يعني. نعم. طيب، وهذا المعرض شو أبرز الرسائل اللي فيه؟ يعني لما نحكي عن الجمال أيضا في رسائل تطلع من خلال أعمال تشكيلية مثل اللي شفناها ومن خلال أعمال جميلة، شو أبرز الرسائل اللي كنتوا بتكون توصلوها من خلال هذه الأعمال؟ دائما هو الفن التشكيلي أو اللوحة في عندها رسالة معينة بتحب تقولها، وكل إنسان في المجتمع عامة أو بالمجتمع في عنده رسالة بدي يقولها بدي يوجهها للمجتمع. وأولا وأخيرا أنا بشوف إنه الفن التشكيلي هو علم مثل بقية العلوم، هو له تاريخه، بنشوف في تحت تسميات معينة تحت مدارس معينة، تاريخ بنشوف تاريخ الفن في العالم، في شيء اسمه تاريخ الفن بالعالم، دائما في رسالة. يعني الفن بشكل عام منذ القدم وحتى تاريخ هذه اللحظة، إن كان فن من عصر النهضة حتى تاريخ هذه اللحظة، بنشوف في رسائل عدة بيوجهها، إن كان على سبيل الأزمات السياسية والحروب أو على على سبيل إنساني يعني. بالتأكيد. طيب، في قصص كثيرة وأحداث كثيرة في العراق، في مثل هذه المعارض الفنية التركيز هو على الجانب السلبي من الحدث أم على الجانب المشرق أو الإيجابي الذي يجب أن يكون عليه الحدث؟ أنا بقول هو على الجانب الإنساني أكثر يعني. يعني نحن نحاول بناء إعادة بناء إعادة بناء هذا الإنسان من جديد يعني. فالأزمات والحروب شوهت هذا الإنسان من الداخل. نحن كل اللي عم نريد نقوله إنه هي صرخة، وهذه الصرخة هي صرخة إنسانية لإعادة تكوين هذا الإنسان من جديد، لإعادة بلورة هذا الإنسان من جديد. يعني تهشم هذا الإنسان من كسرة الحروب والمشاكل والويلات. صوت الحرب صوت قاسي، صوت بشع. هون بنشوف يمكن تأثير الزمان والمكان يلي بيكون فيه الفنان على الأعمال اللي عم تطلع من خلاله. يعني بتأثر بالمحيط اللي كان موجود فيه، بالوضع اللي هو فيه، كلها بتتجسد من خلال هذه الأعمال رسائل معينة بيكون عم بيوصلها. أكيد الإنسان هو ابن بيته، ابن مجتمعه، ابن واقعه، ولذلك يعني كل الأعمال اللي بتطلع كانت على مستوى النص البصري أو على مستوى النص الشعري أو على مستوى النص الروائي كلها تعيش مجتمع، يعني لا تخرج عن طور المجتمع، لا تخرج عن المجتمع، لا تخرج عن بيئته. بنشوف دائما في الأدب الفلسطيني يعني يعبر عن أزمة فلسطين، بنشوف الأدب المهجر يعبر عن أدب المهجر، بنشوف بكل أنواع الفنون في جزئيات ديتيلات، وهذه الديتيلات يعني هي الواقع. هل رأيتم هذا الأمر؟ هو معرض موجود في إسطنبول والكل يعرف مكانة إسطنبول كونها تربط بين القارات، تربط بين الكثير من الثقافات. هل هذا انعكس على أداء الفنانين في لوحاتهم في هذا المحترف؟ أنا إسطنبول بعتبر نقطة تقاطع للعالم، وبعتبر إسطنبول هي مدينة جذب حضاري وثقافي لكل الناس، وبشوف بإسطنبول أيضا مشروع قادم لجذب الحضاري للعالم، وبشوفها نقطة ارتكاز مهمة لكل ثقافات العالم، لأنه تحتوي كل ثقافات العالم. نعم. وأنا بحكم علاقتي مع مجموعة أزامي منذ زمن طويل، يعني منذ أن بدأت كلمات من حلب يعني، وفي علاقة كبيرة مع مجموعة أزامي للفن، اتصالات جرت على أنه نحضر معرض لتركيا، وحضرنا هذا المعرض لتركيا، وكان في تجاوب كتير كبير من الجمهور التركي والمشاهد التركي، وتفاعل كتير كبير من قبل المشاهد التركي. بالأخير يعني أنا بشوف أنه يعني الثقافة ما لها حدود، ما لها زمن، ما لها أي أبواب، مشرعة الأبواب. الثقافة تذهب إلى العالم، رسالة إنسانية لكل الناس، والمحرك الأساسي في هذه الحياة هو الإنسان.
بالتأكيد. نعم. طيب كنت عم تحكي عن هذا المزيج اللي صار بين الفنانين، يعني كونك أنت سوري حضرتك من حلب، زميل عراقي ومحترف كلمات هو سوري، يعني كيف هذا المزيج اللي دمجته بين الهوية العراقية والهوية السورية لحتى يطلع هذه النتيجة في هذا المعرض، في هذه الأعمال اللي شفناها، بهذه المشاركات اللي موجودة فيها؟ أنا قلت لحضرتك وقلت للأستاذ أديب أنه الثقافة ما لها حدود، ما لها أبواب مشرعة، يعني كلنا نقع الآخر، وهذا المشروع ممكن يتطور أكثر ويكبر أكثر. يعني جتنا عدة دعوات من عدة مدن تركية، راح يكون هذا المعرض ينتقل إلى كل المدن التركية، وهذا شيء مبشر. لكن أنا عندي وجهة نظر أخرى، يعني أنه عم بحاول أطور هذا المشروع إلى المحترف العربي في اسطنبول. يعني يمكن لها نكهة خاصة اسطنبول، حيكون غير المدن الباقية، كل مدينة حيكون لها نكهة، ولكن وجودها في هذه المدينة تحديدا هذا المعرض له نكهة مختلفة. طبعا اسطنبول يعني أنا بشوف فيها دائما هي نقطة استقطاب لثقافات العالم كلياتها، ونقطة استقطاب لمجتمع عالمي متحضر يعني، وبشوف فيها المستقبل شيء كثير كبير وكثير عظيم بالنسبة للمشروع الثقافي والإنساني. نعم، خلينا نتحدث عن المشاركين، نوعية المشاركين في هذا المعرض، الجنسيات التي شاركت في هذا المعرض. المشاركين بهذا المعرض كلهم من العراق الشقيق يعني، وبنعرف كلياتنا أن العراق الشقيق له إرث حضاري كبير جدا ويتمتع بهذا الإرث الحضاري الكبير، والمشاركين من أهم الفنانين على مستوى الوطن العربي والعالم. يعني الدكتور بلاسم محمد هو رئيس لجنة الفنون في بغداد، هو عميد كلية الفنون الجميلة في بغداد. الدكتور فاخر محمد عميد كلية بابل. الدكتور محمد كناني، يعني كلهم يتمتعوا بأهلية علمية وحرفية عالية، بالإضافة إلى تمثيل عدة معارض في جميع أنحاء العالم. هل لديكم جولات قادمة في عدد من الدول لعرض هذه اللوحات، أم هي مستقرة هنا في اسطنبول، موجودة في اسطنبول فقط؟ والله هو المشروع دار كلمات حاليا هو عم بيكمل مشواره في هذا الحياة. نعم. اللي احنا انتقلنا من حلب إلى اسطنبول ووضع على هذا المشروع 25 عام يعني، وأنا بشوف أنه كل مشروع كل ما له ينمو كل ما له يكبر، وهذه الأعمال راح تكون تنعرض في عدة أماكن من اسطنبول. جتنا دعوة من بلدية أسكدر حاليا لا ينعرض في بلاغ باشي هذا المعرض، وأنا حاليا يعني أتوق إلى أنه نكبر هذا المشروع. يعني هنا عم نشوف أنه في تفاعل تركي. طبعا طبعا أنا مضى على وجودي 5 سنوات باسطنبول، في تفاعل كتير كبير مع دار كلمات، الناس صارت إلى أهمية كتير كبيرة في، يعني صرنا جزء من المجتمع التركي حاليا يعني. يعني حاليا 5 سنوات مضى على وجودنا في تركيا، أنا بشوف هلا حاليا يعني في مرحلة ذوبان مع المجتمع التركي، صرنا جزء من النسيج التركي الاجتماعي التركي. نعم. ما صرنا غريبين عن المجتمع. نشكركم جزيل الشكر الفنان التشكيلي عدنان الأحمد، ونتمنى لكم ولفريق العمل الموفقية دائما. شكرا كثير، شكرا لتيغتي اللي واكبت تعاملنا وشغلنا منذ زمن طويل، يعني منذ البدايات من عام 2013 يعني. حياكم الله. وكانت السباقة في بدفعنا نحو النجاح يعني. نعم. إن شاء الله بكل النجاح والتوفيق لكم. التسديد في خطواتكم.